الصياف ده. كل يا حبيبتي كل. قلتي لي بقى سكر. يا البت ميرفت بقى بتموت في اللي اسمه فتحي ده، واقعه في دباديبه يعني. انت اخويا يا ميرفت دي حد يعرف لها حاجه؟ يعني ايه بقى حبيبتي؟ يعني زي ما قلت لك قبل كده، البت دي مش سهله، بحورها غويطه يا اخويا. بص هي بتحب كل حاجه، عايزه الفلوس وعاوزه الحب، ويمكن الفلوس قبل الحب. يعني الواد اللي اسمه فتحي ده شكله مريش، واقع على حوه حلوه كده وهي عايزه تقلبه، صح؟ مش القصد، انا هفهمك. اصل هي يا اخويا شغاله جاسوسه عليه لصالح ناس حاطينه في دماغهم، بتنقل الاخبار يعني عصفوره، وتسالها تقول بحب، منين بقى بتحبه ومنين بتعصفر عليه؟ ها؟ لا حلو قوي الكلام لغايه هنا. مين بقى الناس دول يا سكرتي؟ وانا ايش عرفني؟ حزني عليكي يا سكره، يقطع لساني الزالف. بقول لك ايه، البت ميرفت لو عرفت ان انا دلقت معاك بالكلام هتقطع خبري. اقصى عليك يا سكر، انا برضه اتكلم ولا اقول نص كلمه؟ ده اللي ما بيني وما بينك هيفضل ما بيني وما بينك. بقول لك ايه، هو انت مالك شغل تفكيرك بالحكايه دي كده ليه؟ ها؟ لا يا ستي لا شغل تفكيري ولا حاجه، احنا بناخد كاسين فقلنا ندردش شويه ولا ايه؟ تدردش ولا عايز تعرف الطريق سالك لقلب السنيوره ولا لا؟ ما تشغلش بالك يا اخوي، البت دي مش بتحب غير مصلحتها وبس، نو مور. لا اذا كان نو مور يبقى جمد قلبي بقى واقول لك اللي انا حاسس بيه. خد يا بت. تعرفي كده شكلي ان انا ابتديت اتعلق بيكي؟ بجد؟ طب قولي نعم. ولا شكلك كده يا اخويا بتثبتني علشان ترضيني وخلاص، صح؟ اقصى عليك يا سكر. شريف يا حبيبتي ما يقولش غير اللي هو عاوزه بس. طب وعايز تقول ايه تاني؟ ها؟ حاجات كتير. بس اللي ينفع منهم عايزك تقومي كده تهزي لي شويه. فروم ماي ايس، ده انت الغالي. يا لهوي، ايس دي اللي مودينا في داهيه. يلا.